السؤال هو صديقنا وحبيبك كتير وفي علاقة ود قوية كتير كتير بينك وبينه وبرأي مهني هيك حر، تسمي لي أسوأ عمل قدمه الممثل قصي خولي برأيك الشخصي. ما في احتمالات أبدا. يعني أنا عليك رح سمي لك عمل جريمة شغف. يمكن جريمة شغف. جريمة شغف كان. نعم سيد. فأنا جريمة شغف الحقيقة بحس إنه كان أسوأ أعمال قصي. أسوأ أعماله لقصي، وقصي أهم بكتير من هذا الشغل. مع احترامي الشديد لكل الناس اللي اشتغلت بالعمل والجهة المنتجة، أنا برأيي الإخراج لم يكن جيد في هذا المسلسل. قصي أسيء له في هذا العمل.